من الأكلات اللي ما تتنسي بطاطس زمان. في البداية نقشر البطاطس، بعد كده نقطعه بالطول ونقليه في زيت غزير، وبعد ما يتحمر نصفيه تمام وننزله على الصفاية. نهز الصفاية نتأكد الزيت خرج منها، بعد كذا نوزع البطاطس في كيس أو صحن بلاستيك، نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون. نضيف حسب الرغبة خل أبيض وشطة سائلة والكاتشب وصلصة الثوم، ممكن تضيف الحمر. في الأخير نربط الكيس تمام، ونحاول نهرس حبات البطاطس بيدنا، ونفتح فتحة صغيرة من الجنب، ونتلذذ بأحلى بطاطس ممكن تجربوه. ولا تنسوا كمان تجربوا البطاطس في الصحون البلاستيك والأكياس الورقية، وبالعافية.